بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهنئة وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، وما تشهد من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته على مواصلة العمل على تنمية مسارات العمل والتعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.